أعلنتم عن اتفاقية وقعتوها مع وزير الثقافة مع وزير الإعلام تركي الشبانة عن حي الإعلاميين. وش حسننا يا إعلاميين دون غيرنا، يعني استثنيتونا من هالمنظومة اللي تحوي أطباء ومهندسين وغيرهم؟ أخوي تركي الشبانة كان حريص على أنه يوجد الإعلاميين أحياء يلتقون فيها، لأنهم دائما يعني ودهم في مراكز تجمعهم اجتماعية أكثر من البيت بنفسه، لهم مشاركاتهم لهم همهم عليها. فهو حدثني قال أنا أتمنى أني أوجد حي للإعلاميين، يعني يجمع الإعلاميين في زي ما هم يجتمعون في مكاتبهم وكذا أيضا في حياتهم الاجتماعية، بحيث تكون مراكز لها إيجابية. وبناء عليها إحنا يعني وجدنا برنامج خاص للإعلاميين السكنيين في أحياء إعلامية، وأكثر من ذلك طبعا من خدمات. وأتمنى إن شاء الله أن نقدم شيء يليق بالإعلاميين. الإعلاميين يعني مهمين لنا كيعني استمرار الإعلام، لأنه هو خط مهم نعتبره في المملكة العربية السعودية. اليوم نتمنى نجد كتاب الرأي، كتاب الصحافة، الإعلاميين اللي ينقلون الصورة الحقيقية المتنوعة. احنا ما نبغى أحد فقط يبس ينقل الإيجابي، لكن ينقلها بطريقة تفيد الوطن والمواطنين، هم خط الدفاع عن هذا الوطن. اليوم المملكة العربية السعودية تفوقت في أشياء كثيرة وتقدمت في أشياء كثيرة، لديها تحديات في أشياء كثيرة أيضا موجودة. الإعلام هو من يستطيع أن ينقل الصورة الحقيقية. قد نكسب العالم بالإعلام وقد نخسر في عدم اهتمام الإعلام. فلذلك حنا حريصين كل الحرص على الإعلام، كما نحن حريصين على المعلمين في برنامجنا، حنا حريصين على الأطباء في برنامج توقيع مع وزارة الصحة، وقادمين على جهات أخرى نعتقد الكل مهم يعني بالنسبة لنا، ولكن نحتاج أن نصل. والأهم من هذا، يمكن سألني أحد الأخوان وأنا آسف أطلت، ليش أنتم تروحون للجهات الحكومية يعني؟ فرجعت لبداية الحلقة، نحن نريد أن نصل للمواطن في بيته في مكتبه لتقديم خدمة متكاملة له ترضيه وتحقق أهدافه إن شاء الله. معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحكيل، بالمختصر شكرا جزيلا لك. شكرا لك، الله يسلمك.